السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. يا مرحبا ويا هلا ومسهلا فيكم. لما جاء وفد الضماد الأزدي ولما قابل النبي عليه الصلاة والسلام، حنا توقفنا الحوار اللي دار بين الضماد الأزدي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: أفيك جنون يا محمد؟ أعالجك، ترى عندي علاج أعالجك. شوف رد عليه، شوفوا أدب النبي عليه الصلاة والسلام، أدب الحوار مع الآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ثم قال خطبة، ثم تعجب من هذا الكلام، قال: أعد يا محمد، والله إن هذا الكلام ليس بشعر وليس بالكهانة وليس بالسحر. فقال: أعطني يدك أبايعك على الإسلام. فأسلم ضماد الأزدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. تعلم من الموقف هذا يا جماعة حلم وصبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني جاي يقول له: أنت مجنون. النبي عليه الصلاة والسلام لا غضب ولا قال: اطلع برا، ولا قال: تعرف أني أنا نبي. وسبحان الله بدأوا يشوهون صورة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إلى درجة جماعة عم أبو لهب يوم جو الوفود الحجاج إلى مكة صار يمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسمعوا منه، إنه ابن أخي، فيه جنون، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا فيه. يعني تخيل جماعة عم قدام الناس يشوه. ففشلت حملتهم الإعلامية، وستفشل أي حملة على أي داعية أو عالم أو من يتبع هذا الدين. عجزت كفار قريش بالتشويه الإعلامي على رد هذه الدعوة، اتخذت نهج ثاني من الأذى تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام.